Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channelnya Ki Cakra Soma ya. Kebetulan dan sangat luar biasa sekali, berbahagia sekali saya bertemu dengan Ustadz Ahmad Al-Azin, luar biasa, dari Moga beserta rombongannya. Kita akan nanti makmum berjamaah tahlil di makam beliau Syekh Samsudin. Seperti itu ya teman-teman, ikuti perjalanan kami. Jadi Cakra Soma. Wa ila qabrikum zairin
ومن حضراتكم مستصبحين وبكم متوسلين لا تردونا غائبين نسأل الله لنا بهمتكم وجدوانكم سلام الله يا سلام يا الرحمن يا شاكم ولا خيام دموضني فحاشاكم وحاشاكم وحدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام يا الرحمن يا شاكم فينا إلى الرحمن مولاكم سنضاع مدايا من مداياكم عسى نترى عسى رحمة ترشانا وترشاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شاكم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم يا شهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا مولانا شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى رشيد أبي حميد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ورشيد الحسن الجازيلي وإلى روح الجميع وإلى إله لزوك النبي جزيرة الجامع وفرائش مرام على إبراهيم سنان كلي كسير سنان عبد السلام بايا محمد السلام يا سنان ورحمد وسنان جزر نمعان سيد أبا لبي سنان قدر سيد المالي سنان قدر فالا سنان بن مقبلان غني سوى في قدر ناصري بسيد الله سنان قدر جزيرة الجامع وإلى سنان وعلي بريباس مرام تربي وإلى رحيم بخشام سيدين شاء الله إلى أم الفاتحة وإلى روحي أبانا وأبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدنا وجدكم وجدتنا وجدتكم ولمشايخنا ولمشايخكم سيبوت الله إلى أم الفاتحة أعوذ ذكر تقربان إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي 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 صل على سيدنا
اللهم فشفعنا جميعا شفاعة تنجينا بها من جميع الأخبار والأرواح وتخرجنا بها من جميع السيئات وترضعنا بها إنك على الدرجة وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بصيغه الفاتحه اللهم سجد دعانا يا الله اللهم سجد دعانا يا الله دعاءنا يا الله يا رب العالمين الله اعتمنا بالإيمان الله اعتمنا بالإسلام الله اعتمنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا رب بين وصبا علينا قاسدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا رب بين وصبا علينا قاسدنا
فاسدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا.